اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام، تحياتي مهب من باركوس العزاد عواش المبروكه. كان شكركم على اللايكات ديالكم والاشتراكات ديالكم. خوتي العزاز نهضروا على الكاسو ديال علي وصال، يعني على هني على السلامه ديال وصال، يعني شفناها وتاثرنا بزاف، يعني الله يكمل عليها بالخير. وهادشي يعني اي واحد كيتمناه لاي اخت مغربيه، يعني تكمل عليها الله بالخير اذا كيستنى واحد الحاجه. وكنرجعوا يعني الحمو والميره، يعني الناس ما يكونش واحد القلب قاسي الايام ديال العواشر على واحد الانسانه يعني اللي دارت الخير في هاد الناس هادو ووقفت معاهم، يعني حشومه بزاف على. وكنعملوا التحيه لبشرى اللي يعني واقفه، يعني هادو من الناس اللي كيعتز بهم الانسان. بشرى امراه طيبه يعني في المستوى، يعني كتقوم بواحد العمل يعني عجازها الله يعني على هاد الوقفه ديالها، يعني على مع وصال وعلي. وصال يعني امراه درويشه، امراه الله، يعني اللي الصبر اللي عطاها الله سبحانه، ولكن ان الله مع الصابرين. وشي العزاز يعني ملي شفنا اي واحد واخا ما كنعرفوهاش، وهذيك يعني انسان، حنا القلب ديال الانسان مؤمن كيكون حنين على اي بشر، ماشي على وصال. اي امراه وتكون كاع امريكان، تكون امراه اخرى بديك الحاله، وانسان كيكون دائما عنده واحد القلب طيب على الاخ ديالو، كنشوفوا الاجنبيات يكونوا ديك كيبقاو فينا، ماشي غير يعني كوصال امراه مغربيه، امراه يعني شفنا في الدين. وكان فرحوا بهاد السلامه ديالها، ونشكروا يعني الحجه على الفرحه اللي فرحت بها والاستقبال، هي عطاتها قوه. والحجه والحاج الله يطولهم في العمر، وشكرا بزاف. وكنهضروا على اللاعب ديالنا حكيمي، يعني اللي تعرض يعني لهذا الظلم، يعني شي قلت انا الشباب ديالنا المغاربه خصهم يردوا البال، يعني كاين الساد وكاين الاعداء اللي كيبغوشي هذا الوطن، وما كيبغوش يعني النجوم ديالنا يزيدوا القدام. وشتي يعني هاد حكيمي كيفاش تعرض، وفنانه الاخرين يعني حتى هما تعرضوا لحاجات. هنا كنقولوا الفنانه الشباب المغاربه يعني خصهم يردوا البال، وحذاري كاين الحسد على هاد المونديال اللي داروا، يعني علاو الرياض المغرب والعالم العربي، وكنفتخروا بهاد اللعابه، ودابا كيتعرضوا يعني لواحد الحسد، واحد افتزاز، يعني واحد الظلم. وبقى فينا الحال، وكنفرحوا الحكيمي بهاد يعني اللي الله فرج عليه بهاد يعني الظلم. دائما مش كنهضروا على وصال وعلي، يعني الظلم يعني دائما مولاه كيربح. وشكرا خوتي الاعزاء، ما نطولش عليكم، تحياتي مع المنبر، مع السلامة.